الكابتن عموت، هارد لك على النتيجة، ولكن لن نمحي مكاسب المنتخب الأردني في هذه البطولة، ولا كذلك مكاسبك على المستوى الشخصي. المنتخب الأردني قدم كل ما لديه في هذه البطولة، ولكن المباراة الأخيرة لم تبتسم، يمكن لأسباب قد تشرحها لنا. مع الأسف أنه لم نهتم ب ب ب ب ب الجزئيات. أظن أنه إجمالا، يعني إجمالا على المقابلة، حتى الفرص اللي أتيحت كانت بعض الفرص اللي هي سهلة، مع الأسف لم تكن هناك الفعالية والنجاح الهجومية، ولم نسجل منها، لأنه كنا بعض الشيء يعني كأننا منرفزين، كأننا حاملين واحد الثقل اللي هو كبير، لم نتعامل مع الفرص اللي كانت حقيقية صراحة. لو كنا سجلناها ربما كنا نطلعوا يعني فائزين في المقابلة. وبالجانب الثاني الدفاعي ارتكبنا بعض الأخطاء، يعني خاصة في تلك التدخلات، يعني صعب، ثلاث يعني ضربات ترجيحية صعبة جدا، ثلاث بلانتيات صعبة، كانت تدخلات شوية يعني ما حسبناش فيها التدخلات ديالنا، وبالتالي يعني عوقبنا يعني بشكل يعني صراحة قوي. ويعني مع الأسف أنه حتى يعني الهجوم صراحة اليوم لم يسجل، رغم أنهم الشباب يعني قدموا مقابلة يعني مقبولة جدا. حسيت أن الشباب ثقافة النهايات غايبة عنهم؟ أكيد أكيد، لأنه مع الأسف أنه ما دخلناش في المقابلة منذ دقيقة أو ما دخلناش في المقابلة، يعني حسينا باللاعبين كأنهم يعني مضغوطين بعد شيء، وبالتالي هذا اللي خلى أن يكون هناك تسرع أمام المرمى، لأن أتيحت لنا يعني بعض الفرص اللي كانت يعني واضحة جدا، مع الأسف لم تترجم. على العكس، على أنه في المقابلات السابقة يعني فرص صعبة، كنا كنخلقوا الفرص يعني من 50 من 30 متر يعني بمجهودات فردية. الآن اليوم شفنا يعني فرص يعني نازلة، فقط كنا يعني ننتظر فقط يعني هذيك اللمسة الأخيرة ونسجل، مع الأسف لم يكن هناك التركيز، لكن قدر الله ما فعل. تبقى دائما أنه الفريق ديالنا قدم مستوى رائع منذ بداية البطولة، ويجب أن نتوقف على هذه المكاسب اللي وصلنا لها اليوم، على أساس أنه الفريق يستمر في مستوى جيد. أخيرا كلمات صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر كانت يمكن جميلة جدا في ختام التتويج. طبعا يعني صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم حفظه الله دائما ما يعطينا بعض الكلمات وبعض الجمل التشجيعية. شو كانت الكلمات؟ دائما ستبقى كبير، لأنه صراحة أنا كان عندي تاريخ الحمد لله يعني لا بأس به إلى جيد مع نادي السد، وأنا اشتغلت مع سمو الأمير لما كان رئيس نادي السد، والحمد لله كانت أمورنا كلها طيبة. وطبعا يعني ليس بغريب على حكام يعني قطر للاعتراف ويعني وتشجيع وتشريف يعني اللاعبين والمدربين اللي مروا يعني ضيفنا نادي السد. تقلي هو كبير، لم نتعامل مع الفرص اللي كانت حقيقية صراحة، لو كنا سجلناها ربما كنا نطلعوا يعني فائزين في المقابلة. وبالجانب الثاني الدفاعي ارتكبنا بعض الأخطاء، يعني خاصة في تلك التدخلات، يعني صعب، ثلاث يعني ضربات ترجيحية صعبة جدا، ثلاث بلانتيات صعبة، كانت تدخلات شوية يعني ما حسبناش فيها التدخلات ديالنا، وبالتالي يعني عوقبنا يعني بشكل يعني صراحة قوي. ويعني مع الأسف أنه حتى يعني الهجوم صراحة اليوم لم يسجل، رغم أنهم الشباب يعني قدموا مقابلة يعني مقبولة جدا. حسيت أن الشباب ثقافة النهايات غايبة عنهم؟ أكيد أكيد، لأنه مع الأسف أنه ما دخلناش في المقابلة منذ دقيقة أو ما دخلناش في المقابلة، يعني حسينا باللاعبين كأنهم يعني مضغوطين بعد شيء، وبالتالي هذا اللي خلى أن يكون هناك تسرع أمام المرمى، لأن أتيحت لنا يعني بعض الفرص اللي كانت يعني واضحة جدا، مع الأسف لم تترجم. على العكس، على أنه في المقابلة السابقة يعني فرص صعبة، كنا كنخلقوا الفرص يعني من 50 من 30 متر يعني بمجهودات فردية. الآن اليوم شفنا يعني فرص يعني نازلة، فقط كنا يعني ننتظر فقط يعني هذيك اللمسة الأخيرة ونسجل، مع الأسف لم يكن هناك التركيز، لكن قدر الله ما فعل. تبقى دائما أنه الفريق ديالنا قدم مستوى رائع منذ بداية البطولة، ويجب أن نتوقف على هذه المكاسب اللي وصلنا لها اليوم، على أساس أنه الفريق يستمر في مستوى جيد. أخيرا كلمات صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر كانت يمكن جميلة جدا في ختام التتويج. طبعا يعني صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم حفظه الله دائما ما يعطينا بعض الكلمات وبعض الجمل التشجيعية. شو كانت الكلمات؟ دائما ستبقى كبير، لأنه صراحة أنا كان عندي تاريخ الحمد لله يعني لا بأس به إلى جيد مع نادي السد، وأنا اشتغلت مع سمو الأمير لما كان رئيس نادي السد، والحمد لله كانت أمورنا كلها طيبة. وطبعا يعني ليس بغريب على حكام يعني قطر للاعتراف ويعني وتشجيع وتشريف يعني اللاعبين والمدربين اللي مروا يعني ضيفنا نادي السد.